معنا أستاذ يوسف، العوامل السلبية ما زالت هي الحاضرة على السوق السعودي، ما هو المرتقب خلال الفترة المقبلة إذا ما تحدثنا عن النفط، وما هي الإيجابيات التي تراها بالسوق؟ نعم، مثلا سوق الاسهم السعوديه بتاثر بعاملين اساسيين، اول شيء الوضع الجيوسياسي وهذا اخذ بعين الاعتبار حاليا، والامر الثاني المهم جدا اللي هو اتجاه اسعار النفط. الان معامل الارتباط بين سوق الاسهم السعوديه واسعار النفط حوالي 69%. طالما في عندنا فائض يومي بالسوق نفط، وطالما في دول عم تنتج الان دخلت على سوق جديد مثل ايران، وطالما في عندنا طاقه بديله عم تاخذ حصه سوقيه من النفط، بدمه في عندنا فائض موجود بالسوق. الان الفائض حوالي 1.25 1.3 تقريبا مليون برميل يوميا. الطلب على النفط ما في شك عم بزيد، بس العرض عم بزيد اكثر من او في زائد اكثر من العرض من الطلب، فبالتالي هذا كله عم بياثر على وين متجه اسعار النفط. النقطه الثانيه كمان الخزانات اللي عم تحوي النفط الان عالميا، في امريكا عندنا حوالي تقريبا اقل من 60 يوم تقريبا، يعني تقريبا طاقه تخزينيه خلينا نقول على 1.3 مليون برميل اذا استثنينا انحاء يعني كافه انحاء العالم بس امريكا. عندنا الباد 1 و 2 3 4 5 اللي هو البولولو البتروليوم ادمنستريشن ديفنس ديستريكتس في امريكا، الان توسع عنده طاقه استيعابيه بتوسع حوالي تقريبا ال 50 60 مليون برميل. طب هيدي اذا انتهت كلها السفن اللي حامل النفط حتصير هي الخزانات هي الحاويات، نعم. وسعر اسعار النفط بتتراجع، فهذا عم بياثر كثير على يعني الفكره عن وين رايحه اسعار النفط الى الان. بس في النهايه الشركات اللي عندها تكلفه عاليه كثير حتطلع بريه السوق، والشركات اللي عندها تكلفه منخفضه حتبقى مثل الكويت مثل المملكه، هدول حيبقوا موجودين ويعطوا ان شاء الله. فاحنا لسه ما زلنا الى الان يعني عم نشوف اسعار النفط تحت ضغط، وهذا اللي عم بخلي اسواق سوق الاسهم السعوديه تكون شوي مضغوطه. اسعار بس النفط كمان نطلع بالضبط الى اين النفط يوسف يعني على المدى القصير، بما انه ما زلنا ايضا مترقبين اجتماع الدوحه؟ طبعا هلا التأملات على 16 ابريل تقريبا يكون في تفاؤل على تجميد اسعار النفط، بس تجميد اسعار النفط ما هي تقليص الانتاج، هي بس تجميد، فلازم يكون في تقليص لانه في فائض زياده بالسوق هلا حاليا بالنفط. بنطلع يعني بنطلع على بعض الامور الثانيه، مثلا مثل موقع بيكر هيوز في امريكا، صح في عندنا عدد الحفرات عم تتراجع، هذا شيء ايجابي، بس عدد الحفرات اللي عم تتراجع المنتجة للنفط طبعا هذه حفرات صغيرة يعني بتنتج يوميا 50 برميل، صح الأعداد كبيرة لكن الكميات النفط اللي هي عم تنتجها صارت عم تنتجها الحفرات الكبيرة بأمريكا، وفي عنا فائض النفط الإضافي اللي شفناه من قبل إيران، هذا عم بيعوض الكميات اللي عم تخسرها الحفرات بأمريكا، لأن تكلفة النفط الإيراني أقل بكثير حوالي 17 دولار تقريبا البرميل من الحفرات الموجودة في أمريكا، سواء كان النفط الصخري أو الرملي أو حتى بعض الطاقة مثل مثلا الغاز الصخري. فاحنا بنشوف يعني ايجابيات للنفط بالربع الثاني ان شاء الله، بنشوف من العام الحالي بنشوف اسعار النفط بعتقد في انخفاض، ومعظم الشركات اللي بتنتج على اسعار عاليه هذه بتكون عم تطلع بريه السوق، وبعدين العرض بخف وبترجع الامور افضل. احنا بنشوف اسعار النفط تقريبا بالعام الحالي 33 دولار برميل، ب 2017 38 دولار برميل، 2019 تقريبا حوالي 48 دولار برميل. طيب. فاحنا لازم نكون منطقيين لانه كمان مع الوقت ما يصير في عندنا ضغط من الطاقه البديله الطاقه الشمسيه. صحيح. في عندنا 900,000 سياره الان حاليا بالعالم على الطاقه الشمسيه، ومتوقع بسنه 2025 يرتفع العدد الى فوق ال 20% من كل سيارات العالم تصير على الطاقه الشمسيه بعد 10 سنوات من الان. طيب المكررات الان بالنسبه للسوق يوسف يمكن هي قريبه من مكررات سابقه، بظل ايضا استمرار تخفيض الانفاق من قبل الدولة على بعض المشاريع، هذا كيف يحرك الشركات، وهل أصبحت مغرية المكررات حاليا برأيك، وهي يعني ممكن تروح لمكررات أقل؟
ما في شك مكررات تقريبا خلينا نقول 11.5 12 كثير جذابه لسوق الاسهم السعوديه، بس هذا بناء على الربحيات السابقه. اذا بنطلع على الربحيات المستقبليه اللي هي مثل فورورد لوكينج انديكيتورز، مثلا في عندنا البي بي ال لاجينج بي ريشيو اللي هو السابق، الكونسيدنت والفورورد لوكينج بي اي اللي هو بيعطيك المكررات الربحيه المستقبليه المتوقعه. فالان في عندنا بعض العوامل اللي هي عم تسبب شويه قلق على السوق، اللي هي طبعا تراجع الدعم الحكومي على الطاقة، هذه بتأثر على كثير من الشركات، وبعض الشركات أعلنت الأثر المالي على أرباحها من جراء تراجع الدعم الحكومي على الطاقة. النقطة الثانية اللي بتأثر بأرباح الشركات كمان اللي هي متوقع يكون في تراجع بالإنفاق الحكومي حوالي 14% بالعام 2016، هذه ما في شك بتأثر كمان على الشركات المدرجة وغير مدرجة بالسوق. فهدول هدول العاملين قد يخلوا مقررات الربحية يعني المستقبلية أسوأ ما هي عليها حاليا، خاصة في بعض الشركات يعني كانت تربح ما لح تربح. سعر الطاقة لما يرتفع حترتفع التكلفة على المصانع اللي بتستعمل طاقة كهربائية أو تكون طاقة أحفورية. شكرا جزيلا لك يوسف قسنطيني المحلل المالي والفني، كنت معي مباشرة من الرياض.